قال النبي صلى الله عليه وسلم: سكرتك أمك يا معاذ. أصل كلمة هذا يعني بكت عليك أمك إذا فقدتك إذا مت. لكن كما يقال أن الكلمة هذه دارجة على اللسان تقال عند العتاب، لا يقصد المتكلم بها أن يدعو على المخاطب بأن يموت وتبكي عليه أمه، ولكن كيف فاتك هذا الأمر؟ عندما تريد أن تقول كيف فاتك هذا الأمر تقول للشخص ذكرتك أمه.